لبرنامج تحت السور حلقة اليوم، الحلقة الإكسبشنال لمناسبة إكسبشنال نهاية العام هذا، وإن شاء الله العام الجاي يكون عام هايل علينا الكل يا ربي إن شاء الله. معنا سي روف بن عمر، بابا هادي دنيا، رجا فرحات، لطفي عماري، سونيا دهماني، وليد مشارك. وليد حضر روحك باش نكملوا مع الأبراج، نحكيوا على المزيد كلنا واحد كيما صاحبكم. انتوما لو رفيق دربكم توفيق جبالي ما يستعرفش بحاجه اسمها مزود، يقول لك هذه حاجه ما يمكن. لا 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 جو سوي سور اللي فما حاجات يعجبوه، وهو خاطر اصله راهو ضابط ايقاع لاباس به زاد. اللي نحيو باش توفيق، وكان في الفرقه الموسيقيه في الشباب المدرسيه كنا الكل. توفيق ذو يقول لي احسن بيركيسيونيست موجود في تونس هو توفيق جبالي. دونك عنده حس، واكيد الحاجات فما حاجات حلوين ياسر كيما قلت لك، ما نجمش الواحد ما يعجبوهش. أنا فكرة السجون، باقي نرجع للزناي، شنو الزناي؟ زندالي. فوالا زندالي، الزندالي ما نعرفش كان الدجاجة والعظمة، اسكو كي يدخلوا السجون هما يوليو مزودية، ولا حياة المزودية اللي فيها برشا خوذة كل تخليهم يدخلوا للسجون؟ ودونك ما فهمتش الخوذة هذيك، اسكو اليوم مثلا المزاودي مازال يدخل للسجن، ولا حياته تبدلت، ولا ماخذ حقه كفنان قائم الذات في البلاد هذيا؟ ما نعرفش هذيا. ما هما الاغاني هذوما راهو نتاع نتاع يقولوهم نتاع مزود وربوخ، كيما جنة وترافك نار، ولا ارضى علينا يا لميمة، مش تالف وتغناو لبرا. واحد تلقاه في مشكلة في قضية، فهمتي معناها دخل على حسب ما يحس، شحتوه مثلا بعشرة ولا 12 ولا سبعة ولا ثمانية ولا تلقاه من غير ما يشعر، على حسب ما يحس يقول كلام. وي الكلام هذاك يجي مطابق مثلا المشكله اللي دفعته باش دخل الحكايه هذيك. كيما فما اغنيه شهرت ياسر العوام هذيا، الصبابه ولاو بنديه، هذيك هذيك زاد اغنيه في الحبوسات وخذت شهره ورواج، دخل الواحد خرج بها. وي شكون شكون هكاك شو اسمه؟ شاب بشير. شاب بشير داكور، صبابه والولد. وهذوما دخلوا فما شكون فهمتي من اللي عنده الفايبيا، فهمتي معناها اسمعهم غاديك، عند عباد فهمتي معناها عباد موظام يخرج كلام. اي من الجواجي، من الجواجي واللي مس المساجين الكل بيان سور، واهاليهم مساجين وعائلات المساجين. المسجون عنده احساس بالظلم، ان شاء الله ربي يفرج عليهم الكل. دونك فما اللي يكتب وفما اللي هو تلقاه لقاه واحد مسجون كاتب، وكل مسجون هذاك ما عنده حتى علاقه بالمزود لكن يكتب، اما تحس اللي فما حاجات فيريديك ما تنجمش. مثلا قالوا مجد مشى وتفيا عنده كيلو الجمهوريه، محمد فرحات يعني كيلو الجمهوري مشهور هذا بالاسم. دونك الحكايه هذه صارت بالحق، وشخصية شهيرة هذا وكيل الجمهورية في الوقت هذاك محمد فرحات، النغاوي وحكاية النغاوي. النغاوي هي قصة كل واحد يش يقول لك، هو اللي عنده معناها هو مربوط، وكانت مرته تحبه ديما متحملة وتهز القفة وتقضي وتمشي وتشد الصف وتمد لوك القفة، امرأة مزيانة برشا كيما سونيا كيفك انت، تضرب فيها مدير الحبس دار به، يا بنتي اش تعملي بيه هذاك راهو عمره ما باش يخرج. هيك وبشويه بشويه ياخذها الراجل في الحبس. وين المراه ما عادش تجي؟ وين المراه ما عادش تجي؟ ما عندوش ريبونس مسكين. قال لازم ابصرش بها. ينهار ماما يخرجوهم ساعات يخدموا في دار المدير، ينظفوا ويسقيوا فك الثانيه. هو ينظف والدنيا سخانه. وهي شافت المراه بيت تحت الشمس، حبت تهز لهم الماء باش يشربوا. هي جت له تمد له في الماء، هز راسه تلقاها راجل وهو يلقاها المراه. رجع للحبس كتب هذيك نيران جاشي شعلة ميقودة، وبقى وصحابه ما فهموش شنو اللي يقصد به. للي نهار حكى لهم الحكايه، كملها الليله، قاموا الصباح يلقاوه متوفي. يا ربي. وفما بليزيور فيرسيون، فما برشا. الوقت اللي تاخذ انت مثلا ارضي علينا يا لميمة رانا مضامين، انا عندي برشا يعني تمسني برشا، مش الغنايه فقط، بالنسبه للمساجين بصفه عامه. على خاطر اللي بدا الحبس راهو ما مش من العدم، يعرف اللي هي راهي اقصى حاجه تنجم
توجع بها انك تحرم انسان من حريته. ارضي علينا لان ميمه رانا مضامين نستناو في العفو يجينا من 76 خاطر هو سجين يستنى في حاجتي يستنى وقت اللي سامحني كانت قبل الوقت اللي عملوه الغناء نستناو في العفو يجينا من مده وسنين. يا اخي وقت اللي عمل الفضل الجزيري هو بدلها الكلمه هذه رده من 76. المفيد انه يستنى في حاجتين السجين، يستنى امه تجيه والا تجيه القفه. يعني انه يشوف اقرب الناس ليه وكل العلاقه اللي تربطه بالعائله اني امه طيب واني مرته طيب له اخته وبنته طيب له هذيك العلاقه الوحيده. اذا كان امه غاضبه عليا خاطر دخل الحبس رضي علينا معناها يجيني طول عليا وجيب لي القفه وان ميم طون يستنى في العفو فماش ما يخرج على ربي ترجع لي. زيد نحترم الناس اللي يمشيوا في الاتجاه ثم قراءات اخرى يقول لك هي في الاصل واحد انا بابا الهادي غلط علينا هي بورقيبه ورانا نستنوا في التوبه جينا والتفتيشات تتبع فينا حتى في الملاسين دونك بين الاميمه وبين ارض علينا يا بورقيبه خاطر هما في الحبس وطالبين معناها خاطر شنيا فما فتره المساجين هذوما تخلطوا بالمساجين تاع برج الرومي اللي هما جماعه العامل التونسي فيمكن جماعه المساجين السياسيين عطاوها الديمونسيون بوليتيك انجاجي هذيا الور كل مربوط مسكين من الاول قال له ارض عليه يا برقيبه راه كذا كذا ونستناه في العفو يجيني من 76 زياده اي كل واحد يقول له راهو اصلها بتاع الامي ما دونك الزنديليات هذه بقات معناها فيها برشا قراءات والقراءات مختلفه وما فماش شكون احسن فيها صراحه غنيوا برشا على الامي غنيوا برشا على الحب مازلنا ما شفناش الحب عند المزاوديه قداش يعطي حاجه قويه قلبهم وربهم يحبوا خلينا احكي عليها في بالي مراحة في بالي مراحة عالغفلك شفتيكي تهوية عالغفلك شفتيكي تهوية ونلقاها من يدي ليها نلقاها من يدي ليها يا بيابا بجودة نيران جاشي شاعلة المجد وأغاني الحب
توفى 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 نو؟ شكون؟ قال وين غاب؟ شكون؟ أشرف توفى مات بالكورونا عمي أمسي رجاء توفى فك كورونا أي الله يرحمه وي دونك هذوما اغاني الحب زاد الغربه حكيو عليها برشا وحنا تو نجمو نسميوها حرقه زاد خاطر ما عادش الغربه غربه ولات فما الحرقه دونك نشوفوا شويه بالله يا طير اللي ماشي وما تنساش وهز سلامي وصل بريا الغربة صار بايع خواني بكل خدايع ضيروا مالي وعقلي تمحن صار طايع الهموم البدر والفشايع منها تهدي بيني وبينك سرعة بحور لا طيارة ولا بابور ويدير تعلي في السور ويدير تعلي في السور اسكتلندا يسميوها الباك بايبس الباك بايبس آلة المزود تاع الكوسي اكزاكتومون احنا هذايا المزود تاع عامل عمايل في بلادنا واغنيات الكل نحبوها ونموتوا عليها سهريتنا حبيناها تكون هكا مزود ما نعرفش كان عندك ما تقول لي على المزود فماشي حاجه تحب تضيفها قبل ما نقفل مع الموضوع هذايا روح الشعب روح الشعب روح الشعب وي روح الحفله الشعبيه وي وي ما تنجمش تستغنى عليه وي كما ليكوسي تو مشينا ليكوس كعام عندنا شهر مشينا المهرجان ليكوس مهرجان ليكوس فيه 900 مسرحيه مشينا احنا مع توفيق جبالي مع زينب يرحمها كل قعد غادي شهر ضيافه هايله وكذا ما ثم كان هذه الموسيقات كلها موجوده ما ثم حتى شيء نساوه 900 عرض حتى من الكنايس ردوها مسارح القاوي مسارح مشينا نلقاو الشعب الاسكتلندي الكل عايش للمسرح والموسيقى. اي. بما فيها بالطبيعه بما فيها الكورنوميوز. اي. البيك بايب هذه نتاعهم النهار الكل هما يضربوا في المزود في المزود. ما قالوش لا. اي. وباقي يزيدوا. وي وي. تبدا قاعد في ريستورون يدخلوا تدخل المجموعه هذيك يقوموا يتشاطحوا. لي زيكوسي. وي. في البرنامج عندنا فقرة حل كتاب اليوم كنت انت لازم تقدم لنا كتاب سي لوتشي اما باش نتعسف عليك لا هي نتعسف عليك وسير كانك على عم بابا هادي دنيا وقت اللي مشي للدوامه على تحت السور خاطر انت جيت قبل برنامج تحت السور قلت لهم مشيت لك برنامج حلو الكتاب وينو كتابك قلت لهم انت وينو كتابك اليوم قلت له العلم في الكراس فوالا في الراس مش في الكراس دونك سي رؤوف عندك حلو الكتاب اليوم هذا كتاب صدر عن صديقي سي ابراهيم القسنطيني اللي هو نحات معروف وعنده برشا اعمال موجوده في كل انحاء الجمهوريه مع وزاره البيئه ومع حقوق الانسان ومع فهو نحات ومختص كذلك في حفر الميداليات لكن الميداي اللي بداوا برونز ولا نحكي على التصويره اي هوني وقت عمل البوست نتاع الرئيس بورقيبه كان حتوشي موقف على صندوق باش يبدا فرد نيفو هو والراس نتاع سكولتور وبورقيبه طلع بكل تواضع ويلا بوزي بور سا فهمتني وفما تصور يعمل له في ملاحظات زاد كذا كذا دونك ما هو بدا اول ما بدا بلمين بي هو ساعه كان في صفاقس في دخلت الحرب العالميه الثانيه 42 قنابل ومدافع على صفاقس الالمان وطلين خذاو المدارس الموجوده ردوهم معناها بيرواتهم ومراكزهم وكذا لقاو طلام ذا كيما سي ابراهيم لقاو رايح من دوزيماني سكوندير ولا حاجاك على برا قعدت عامين لي زيكول مسكرين في صفاقس هذه كذا فابوه مسكين حطوا
حطوا يخدم صانع كذا دخل الفيلو ولا الميور ميكانيسيان نتاع فيلو لي بنو وقت ما مقطوعين نتاع الواحد ياخذ بنو نتاع تراكتور يخرج منه 20 بنو للبسكليتات حسيرو دي بروياار انتيليجون وصوابع كما يقولوا من ذهب ويحكي هو يقول انا بابا قلت له علاش احنا فقراء وعلاش ندرسون ندرسون ومن بعد قال له انا الامل وانا الشجاعه وانا باش نكون روحي من روحي وذلك ما فعل. جات حكايه لامين بي عمل البيست نتاعو في الرخام فهمتني؟ طبيب البي يعرفوا شكون تقول انت دار كمون ولا دار واحد كذا وروه قالوا شوف جون سفاكسيان اش عمل لي ديفي افوار وقت 14 15 سيتيرا حاسلوا وصلوها للسي شاد اللي بي اللي ولد سلامين حتى لين سلامين قبلوا باش يوسموا فهمتني؟ قالوا اش تحب؟ قالوا نحب منحه باش نمشي نقرا النحت في فرنسا فهمتني؟ الحكايه وقتها ميزانيه كبيره ياسر باش تمشي عام كامل لفرنسا تقريبا 200 دينار بالفواياج وبالسكنه وبالدنيا كلها بالفلوس محسوب فهمتني؟ حاسلوا من اللي جي تي تي فهمتني زاد عاونوه وكذا من هنا من غادي بال 20 دينار وبالدينار وكذا مشى لفرنسا وفي البوزار قالوا له لا ما تنجمش تقرا انت ما عندكش بكالوريا فتدخل كونديدا ليبر وتوا فات الفوت ارجع اكتوبر الجاي اتسيتيرا دخل عند ماتر ريمون كوربان اللي هو كان سبيسياليست زاد في هبل على الخدمه نتاع ابراهيم وعلمه برشا حاجات ودخل البوزار ورجع عندنا لتونس عمل سنبة برقيبة وشارك في المسابقة نتاع لا ساتوي كاستر اللي موجود اللي فاز بها مرزوق لكن عنده هو ساتوي كاستر نتاعه هو موجودة في الكتاب. العبرة من هذا كله حبيت نتوجه لشباب تونس اللي يخموا في الحرقة وما الحرقة وما كذا كذا شوفوا الناس اش تصنع بيديها وراو الصنايع موجودة في تونس وإلا كان ما نجحتش ولا ماكش ما عندكش مستوى عالي جدا تقول أنت في المات وفي الفيزيك في كذا راو بأي شيء أي خدمة تنجم توصل للقمة كيما وصل إبراهيم للقمة ولتوا مازال يعمل في مشاريع والحاجة الباهية اللي عملها كون فلوس لبس بها فهمتني بناء أكاديمية في الشرقية فيها متحف في كل الميداليات نتاع كل المؤسسات التونسية من الاستقلال اليوم فهمتني وبناء وعنده فوندري غاديكا وعمل حتى دي ان دوكتوار باش يجيو الطلبه من المغرب ولا من افريقيا ولا كذا يسكنهم ويوكلهم ويشربهم ويعلمهم. واو. وزاد مسرح صغير ان تياتر دو بوش حاسيلو ولد اكاديمي ديزار معناها 90 سنه حتى ذكرنا باسمه وخرج الكتاب هذايا ابراهيم قسنطيني شكرا خرج الكتاب هذايا في عيد ميلاده 90 عيد ميلاده 90 وبرافو لمرته الالمانيه كليمانتين كليم هي اللي شكرا وليد اعطيني سي رجاء قاعد يستنى فينا اي سي رجاء نعطيوه التوقعات نحكيو على برج اي برج القوس القوس العام مقسوم على اثنين كالعاده من اول عام الى 17 ماي من 17 ماي الى ما بعد الخمسه شهور الاولانيين ممتازين فيهم خاصة في شهر فيفري يبدو كونه فما نشاط وأعمال استثنائية هذا في فيفري من بعد ثم كوكب باش يدخل للحوت لهذا زحل هذا باش يعمل شوية قلق مش نكذب عليك ثم شوية قلق موجود في بيت العائلة أو بيت الصحة أو الأمور النفسية البسيكولوجية الموضوع هذا يدوم شهرين برك مش برشا يجي 17 ماي وتتبدل الأجواء وثم حسب ما نشوف ثم سفر مطول للخرج يبدو كونه من اجل الاعتناء بالامور الصحيه أم مش بشرطه الامراض ينجم يكون مثلا انسان يحب يبدل طريقه العيش نتاعو طريقه ماكلته طريقه عيشته نقاها ثم انا من 6/6 الى 9/10 ثم سفر ثم حظوظ كبيره في السفر وثم تغيير نتاع نمط حياه فوالا حميه غذائيه يتلهى الانسان يعني بمظهره بصحته باموره وكذا هذا العام هكا الرفيه اخر العام في نوفمبر ثم غسره صغيره في شهر نوفمبر انا نقول لك لك انت وجميع القوس يردوا بالهم شهر نوفمبر المريخ باش يجي وراك وثم يمكن قلق صحي ربي بعد عين المشاكل امانه علمتك به من باب الامانه ينتهي العام بلمعه
لمعة حلوة، لأن الكويك باش تلم في الأخر في القوس وتزيد تنوره، يعني بداية باهية نهاية باهية. غسلة في نوفمبر سفر، وأنا نعرفك تحب السفر، يعني ثم شيخ ما بين جوان وأكتوبر. الأسد وليد برجك أنت؟ برج الأسد كيف كيف؟ الخمسة شهور الأولانية نتاع العام الأسد عنده انطلاق في أعمال جديدة مختلفة، وكأني سفر، وكأني تغيير من مجال إلى مجال. نجم يكون فما سفر، نجم يكون فما هجرة، نجم يكون فما ديزيتود جدد، قراءة مختلفة، نشاط جديد، أو يتنقل الإنسان من خدمته من مكان إلى مكان، اهتمام جديد. ستة شهور الأولانيين فيهم نجاحات، خاصة للأسد من الأبراج اللي تخلصوا من ساتورن اللي كان مقلقهم في السنوات اللي فاتت. من مارس يتنحى ساتورن ويلقى روحه ما عادش عنده المشاكل مع العباد اللي كانت عندهم علاقات تعاقدية. انطلاقا من 17 ماي الأسد يدخل في مود واحد آخر، فيه لازم يرتقي إلى منصبه، لازم ياخذ منزلة جديدة. هذيك باش تكون ضغطة شوية ما بين جوان وأكتوبر، بالرغم اللي عنده كوكب فينوس اللي هو يجيب له على الفكره يعني امور عاطفيه ممتازه، كمام عنده تحديات في الشهر ثلاثة شهور هذوكم. وفي نوفمبر عنده غسره كبيره برشا، انا ننبه برج الاسد ردوا بالكم شهر نوفمبر راهي غسره فيها ثلاثة ولا اربع مربعات تتجاوزوها نهايه العام عندكم نوع من الكادو. أبار هذاش باش نقول لكم كوكب الحب عندكم أربع شهور نهاية العام معناتها وقت ايش؟ ديسمبر. ديسمبر الجاي نحكي ديسمبر الجاي عنده كل الكادو جاي. أما عنده ما بين جوان وأكتوبر فترة باهية للزواج أو للتعرف، فيها شوية ضغوطات هي، أما فيها كوكب الحب غادي زاد كمام. باهي نمشيو للبرج، برج الثور. باهي برج الثور، برج الثور العام بالنسبة لي عندي أنا يبدأ من مارس. يعني الشهرين الأولانيين جانفي فيفري فيهم غسرة في الحقيقة، غسرة في البيت الرابع بيت العائلة، ثم غسرة في فيفري حاول تجاوزها وما تعملش برشا مشاكل مع العائلة. من مارس إلى ماي يتحسن الأجواء، زحل يخدم مصلحتك في برج الجدي لأنه بيت صديق، قد يحملك للخارج، قد يحمك الى تبديل النشاط نتاعك. ثم ثلاثة اشهر هذو من مارس الى ماي انا راه فيهم باهين، بعد يجي كوكب الحظ وتجي يعني فينوس في بيتك الرابع، ثم غسره صغيره مع حظوظ، وكانه انت انطلاقا من البارتي الثانيه نتاع العام اللي هي كوكب العظ حظ عندك انت في الحقيقه، وباش يكمل عام كامل عندك انت، اما راه ثم معاكسه باش تجيك من العائله، وكانك انت تحب على حاجه تعملها وهي حظك فيها وانت راغب بها، العائله تقول لك لا، انه المريخ غاديك تخرج من المضايقات هذه في شهر 10، ثم يستنى فيك مالوريزمون يونكور اون فوا الله غالب شهر نوفمبر ضاغط لابعد الحدود، ابعد الحدود ضاغط، رد بالك منه شهر نوفمبر كيف كيما الاسد، نهايه العام تتنفس شويه، اما ما تنساوش لي انا نعتبرك انت عام الحظ نتاعك صحيح يبدا سناء، اما اللمعه نتاعو هي في العام الجاي، يعني ستة شهور الجايين من عام 2024 هي بالحقيقه عام الحظ نتاع الثور. توا ثم هالغسرتين هذوما ثم اعاده التموقع، نعتبر العام فيه وعليه، مع كمام شهرين احسن من غيرهم ماي مارس الى ماي. برج الميزان السبع الخمسه اشهر الاولانيين مناسبين للزواج، هذا بيتك السابع، ومناسبين زاد لعقد الشركات الجديده، يعني تكون في العمل. انا نرى اللي ثم تنقل في مصلحتك باش يكون خارق العاده في فيفري، اللمعه نتاع ستة اشهر هي فيفري، لانه فما اعمال تهزك الى تهزك الى الخارج وتتوجك تتويش ما في فيفري، بالانس عندك فيفري ممتاز. من بعد الاشهر الباقين يكون فيهم زاد اعمال اما بنسق اقل شويه، في فتره فينوس في الاسد يعني من ماي الى اكتوبر، هذه فتره معاك ناجح فيها انت في الاعمال، عندك نشاط غير اعتيادي وانت متفوق فيه. اخر العام ثم مصاريف كبيرة جاية في نوفمبر أو هي مداخل تاع فلوس، الحقيقة مش ظاهر ياسر، يبدو كانوا ثم حركية في بيت المال في نوفمبر، وفي آخر العام ثم زاد عودة للنشاط والأعمال، نعتبره متقلب البالانس، أما جلوبالمون بوزيتيف مش نيجاتيف، خاصة اللي عنده فرصة باش يكون عنده زواج في الستة أشهر الأولانيين. العقرب، برج العقرب بالنسبه ليك برج العقرب عندك بون نوفيل، ساتورن كيبدل للحوت هو يخدم مصلحتك، واذا منسك الخامس منزل للحب، انت كنت متقلق ستة شهور الاولانيين نتاع العام هذوما في اللي فيهم جوبيتير في البيليه، انت ترتب في الاوضاع، تهتم بالصحه، تهتم بامورك الخاصه، يجي كوكب فينوس في مارس يبدل لك الاجواء ويحسن لك حتى امورك النفسيه وعلاقتك بالمحيط. في ماي تدخل في كوكب الحظ مقابلك اللي هو بقيه العام باش يكون هكاكا، هنا عندك كيف كيف هو زواج، اما يبدو كونه فما حاجه تعيق الزواج من جوان، انا متاسف على الغالب هذيك هي الكواكب، من جوان الى اكتوبر ثم معارضه، يعني انت تستنى باش تحسن علاقاتك التعاقديه او الزوجيه ثم معارضه باش تشدك ثلاث اربع اشهر، ثم في شهر نوفمبر يجي كوكب المريخ عندك ويعمل زوبعه اخرى
في نوفمبر، في اخر العام تتفرهد شويه. انا نتصور كيما ثور العقرب العام الجاي باش يكون خير بياسر من هذا. وليد مازلنا برجين العذراء والحوت، اما بيسك تحكي لنا برشا على الحب في العام الجديد، حكينا احنا على المزود، حكينا على النوبه، عشاق الدنيا زاده من الحاجات اللي قلبت الدنيا في تونس مع عبد الحميد بوشناق. خلي استراحه صغيره مع عشاق الدنيا وعود على هالسبيكتاكل الحلو وهالسيري الحلوه برشا اللي شفناها في زوز مواسم، ونعود مع باش نكملوا مع الابراج. عشاق الدنيا قلب الدنيا. بابا الهادي تفرجت في عشاق الدنيا، تبعت اللي خدموا عبد الحميد بوشناق من بعيد لبعيد. من بعيد لبعيد، مش انت بابا الهادي اللي في العارضة، مش انت. لا لا، مش حكايتك. لا، مو كل واحد يسأل فيا. لا، هادي اخر، فما هادي اخر ما عندك حتى علاقه بالعرض. هذه لعبه روحاني ومرض بعد لا يمر في الاخر. اكزاكتومون. وليد قعد لنا الحوت وال... العذراء والحوت. اي كملوهم. نبداو بالعذراء. اوكي. العذراء للعام تقسم على اثنين، يعني خمسه شهور الاولانيين هي البيت الثامن، ومن بعد البيت التاسع بيت السفر. نبداو من الاول، ست خمسه شهور الاولانيين شنو فيهم مفيد؟ فيهم يعني مراجعات، استشارات، محاسبات، اعاده اصلاح العلاقات، انسان عنده رغبه باش يحسن من ذاته ويعاود ينظر للامور اللي عاشها بنوع من النقد. عنده شهرين الاولانيين بالنسبه ليه هي بدايه العام راها باهنه، فيفري ثم امور يعتني بالمنزل وبالعائله وامور النفسيه الخاصه دي، نحكي على المراجعات. من مارس الى ماي يجي مقابله كوكب زحل، زحل يعمل مشاكل، يعمل نوع من التحديات. انا نقول لكونه العذراء وما نتمناش كونه ثم نوع من الانفصال من حاجه، ثم علاقه يبدو كونها باش تولي مقلقه للعذراء، ويبدو كونه نوع من الديزيلوزيون وكانه يفقد احلام تمشي على روحه. علاش؟ خاطر كوكب زحل باش يبدا يعارض خاصه العذراء نتاع اوت، يعني الديكون الاولاني، هذوما من مارس الى ماي نوع من الصعوبات في التعامل مع العلاقه الزوجيه او هي العلاقه التعاقديه. دونك نقول للعذراء وسعوا بالكم، هل من مارس الى ماي ثم شويه صعوبات في الافق. ابارتير من 17 ماي ينتقل كوكب الحظ الى منزل مناسب بالنسبه لكم، هو منزل التاسع، منزل السفر اللي هو يعني ثور. هنا تتحسن الاجواء وتتبدل، يولي عنده نشاط، يولي عنده رغبه في السفر، يولي عنده نجاح في الاعمال. شهر نوفمبر اللي انا حذرت منه اغلبيه الابراج هو ممتاز بالنسبه لي، هو هذايا الشهر اللي يلقى فيه حظوظ في الاعمال ويلقى فيه تتويج في الاعمال. اخر العام يجيب له الاموال، وما بين ماي جوان الى اكتوبر انا راها يعني مرحله باهيه بالنسبه لي، هو يرتاح فيها من ضغوطات الفريود اللي فاتت ويحاول يبني بدايه جديده، وانا نتصور عنده بدايه جديده في عام هذايا وتتوصل له في عام 2024. يعني جوست هيك البريود اللي قلت عليها من الاول، مارس افريل ماي، هذه صعبه شويه على برج العذراء. نمشيو للحوت. نمشيو للحوت ونكون مسك الختام. مسكين الحوت، هو في العاده ديما البرج الاخير. حبينا اليوم نبدلوا يا اخي، قعدنا هو ما جانيش ممثل للحوت. برج الحوت الكواكب في الخمسه شهور الاولانيين كوكب المشتري هو في بيتك الثاني، يعني بعد بيت المال، بيت المكاسب، بيت المكتسبات، بيت الحفاظ على ما نكتسبه من مواهب واموال وغيره. المرحله الثانيه هي بلاصه ممتازه بالنسبه ليك، بيت الاشغال وبيت التواصل، بيت العمل. دونك شو نقولوا؟ الشهرين الاولانيين انت في نوع من التاخر
الغلب، ثم تاخر كواكب اللي في الدال وتجي وراك كلها، تحس كانه الدنيا ماشيه بالروتين، كانه ثم قلق ثم رزن، مش مشكل خاطر الكواكب بعد باش ينقزوا الحوت وباش يكون شهر مارس استثنائي لانه باش يلم الكواكب اغلبتها عندك انت، باش يجي كوكب ساتورن يعطيك نوع من الصرامه، نوع من التركيز، نوع من التنظيم، باش تولي ديسيبليني، باش تولي نوع من البرود زاده، الوغ كنت ماكش بارد برز الحوت، اما هذا باش ينظم لك حياتك. انا نقول لك حذر روحك لتسع عامين وست اشهر من وجود كوكب الزحل هذا عندك انت باش يرجعك اكثر واقعيه، يعني تدخل ثلاثة شهور هذوكم وانت تنظر للحياه نظره اخرى وشخصيتك باش راهو ولات اكثر واقعيه بالنسبه لاصحابك باش يفيقوا بيك. من شهر ماي الى شهر ديسمبر يدخل هنا كوكب الحظ المنزلك الثالث ويجيب لك برشا حظوظ في الاعمال، ولعل احسن شهر في البريود هذه كلها هو شهر نوفمبر اللي حضرت فيه، هذا ممتاز 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 الى ابعد الحدود لبرج الحوت. الفتره اللي فيها يتراوح معناتها يكون فيها كوكب الحب من جوان الى اكتوبر في الاسد، هذه بيريود نتاع اعمال بالنسبه لك انت، فيها نشاطات، فيها اهتمام زاده بالبيت الصحي، انا الرفيق يعني في بقيه العام خير من اول العام، وخاصه شهر نوفمبر اللي نقول لك خلي ليه احسن حاجه عندك، راهو باش يجيك حاجات مفرحه جدا في بيت الاعمال وبيت الحب وكل شيء، تتويج كبير في نوفمبر، اخر العام في شويه ضغوطات حتى الكواكب اللي تمشي للساجيتير يقلقوا شويه برج الحوت ويحطوه قدام مسؤوليات، اما انا نقول له نوفمبر هو شهرك. ميرسي وليد، شكرا وليد، وان شاء الله الناس فرحانه باللي سمعته، ان شاء الله الصعوبات تتعدى والباهي نقبلوه، والقوه وين؟ كيف نقبلوا كل شيء، لاكسبتاسيون، نقبلوا الباهي والخايب، هذيك هي الدنيا، الباهي والخايب نقبلوه وكل شيء لاباس. انا ياسر فرحت في حلقه اليوم، ونتذكر وقت اللي بديت في تحت السور في اول حلقه السنه في الموسم الجديد، بديت بتحية الوطن وحماة الحماء. حبيت في آخر حلقة من السنة هذه في انتظار السنة الجديدة إن شاء الله نرجع في حلقات جديدة ننهي زادة بالنشيد الوطني. طبعا قبل باش نحب نشكر ساعة ناس الكل اللي يبعثونا ويتفرجوا فينا، راس العام معروف بالعشاء سبيسيال، نعملوا عشاء سبيسيال في راس العام. انا فما حاجه سمعتها وياسر فرحتني، الناس اللي يتفرجوا في تحت السور قالوا لي اللي يوصلوا يعملوا عشاء سبيسيال نهار الاربعاء في الليل باش يسهروا مع جماعه تحت السور. قديش فرحتني الجمله هذيك من اول موسم قالوا لي، حبيت نقولها لكم اليوم مع الريفيون هاكا، الناس الكل ان شاء الله عشاهم قام قوم. بحاجه اخرى نحب نشكر نحيي تحيه خاصه أميمة شايبي، أميمة الصحفية اللي معانا في برنامج تحت السور، اللي وقت تسجيل البرنامج هي قاعدة تولد، يا ربي إن شاء الله تولد بالسلامة كما يقولوا، إن شاء الله ربي يخلص حالها، وإن شاء الله قمر وصلت الدنيا يوم بث الحلقة نهار الأربعاء. مبروك أميمة، مبروك الكلنا، نفكروا فيك في اللحظات هذيا. ونسمع حماة الحماة قبل ما ننهي مع بابا الهادي دنيا ضيفنا اليوم في تحت السور. تلميذ الراشدية أمين العيادي، عازف الناي وعازف المزود، اللي حب يعمل النشيد الوطني بطريقة المزود حاجة مش الناس كل فهموها ولا رحبوا بها وقتها، ولكن حاجة زادة ظريفة حبينا ننهيو بها. إسمع وريوني هداياكم، وريوني هداياكم، ترى كل واحد يهز الهدية نتاعه محلاهم، ترى سي لطفي شوف شوفوا لي كادو لومبلاج نتاع لي كرونيكور نتاع ضيوف، ترى بابا الهادي يهز سي مانيفيك محلاهم. سونيا برافو، سي لطفي مانيفيك، ترى بابا الهادي انت هاك تعبر فيه لف الهدايا، تبارك الله سي لطفي. توافقت انت؟ والله توافقت، حلو برشا حلو برشا، ترى سي رجاء ورينا ورينا بلاش المقص، بالمقص ديكوري حلو برشا، ياسر نويل جاوك سي رؤوف، وليد مسكين كان لاهي بالتوقعات خاطس اليوم، اما البدايه باهيه، البدايه باهيه. نشكركم مشاهدينا اللي اخترتوا اليوم زاده تكونوا معنا، عامكم مبروك سعيد،
للجمهور الحاضر معنا، شكرا لسيرة أوف بن عمر، شكرا بابا الهادي، سونيا لطفي، رجاء وليد، عامكم مبروك ونلتقي بإذن الله في العام الجديد عام 2023 إلى